والله الناشد يعني انه يسرعون بعماره، خصوصا هاي المنطقه يعني حيويه حيل بشكل. المستشفى قدامنا، نحتاج الادويه، نحتاج توفير يعني مخزن مال الادويه هنا. المداخر نهائيا يعني التعامل صعب، لي ثاني يوم ما يصل العلاج، مرات لي ثالث يوم حسب، مرات اصلا تتاخر الطلب يقول لك جسر وازدحام وش يعبرني وكذا. كان يعني فد مره المنطقه اقوى منطقه بالموسم من ناحيه توفر الادويه وكذا، بس ما حاليا يعني جدا نزل المستوى، حتى سكان ماضي بالمنطقة يعني مهجورة بشكل مدمرة، الأدوية قليلة يعني تنطلب مثل ما قلت لك يومين ثلاثة يلا تصل، ما زحمة. كان المركز الرئيسي طبعا. نتمنى يعني على الواي يرجعونه، نتمنى وعلى الواي المستشفى كله يرجعوه، أحسن من هاي البهدلة يا أخوي، وعيشعون حالة الموصل وما يعني بالغنى يعني واحد يحكي وهذا يشوفون قدام عينهم. وكل الخدمة هاي الموصل وأهله. أنت عندك مريض، العلاجات شلون أكون موجودة متوفرة ولا؟ والله يا أخوي حاليا نسى، أنا والدتي مكسور الحوض مالها، والله يعني إيش أقول لك، يعني خلف الله على هذا الموجود، مثل ما نقول هذا الموجود. اشتريت خارجي؟ والله هسه هذا السحب جلدي، ما أعرف إيش قال الجهاز. اشتريناه من عند هذا الاخ الله وكيل ب5000 دينار. الله الوكيل ب5000 دينار. شنو طلباتك ورسالتك؟ يا اخوي والله اشمط كثير كثير، اريد يعني واحد يخلي الله بصدره لهذا الشعب التعبان. يعني المستشفيات مدمره كلها، هاي صار 3 سنين صح ولا ما صح؟ الجسور هاي الجسر الثالث القوص، ايش قصر؟ ما صار 3 سنين بعد بطل بعد ما وصل. هذا الخامس، ايش احكي لك؟ ايش اسولف لك؟ الادويه ابسط مثال، الادويه هسه تعال المستشفى، الادويه كل شيء ماكو، تطلع برا خارجي تلقي الصيدليات متوفر، داخل المستشفى ماكو، يعني شغله متقصده، صح ولا ما صح؟ نعم نعم. والله مناشدات من الدوله يعني تعمر هذا البلد، دحق عليه تلتفت عليه. يا اخي والله هذا العلاج هذا ماكو فده، باني واحد من الناس هسه علاج مالي برختين 40 حبه 200 دولار ومداخل حكوميه ماكو، مدمره ولحد الان ما سووا كل شيء منها. 200 دولار حق هذا العلاج مالي 200 دولار 40 حبه 200 دولار جا اخذ. والله مناشدات الحكومه المحليه والمركزيه والنواب مالنا مال الموصل من العمار، همشي العمار هذا مستشفيات شلون مدمره شوفه.